المسجد. من واحد من اثنين الحاجة حتى حاجات المسجد اللي هي مثلا
الاشجار والمياه الغابه الطبيعيه اتكسروا، وكل الحاجات اتكسرت والمحلات اتكسرت، وادي الطبيب اتكسرت بس الدكتور جوده، وادي تاني اتكسرت، ومحل الاكسجين اتكسر، والمكاتب الاداريه بتاعت الشركه اتكسرت، المكاتب الاداريه زائد الوش بتاع العماره كله استولت، زائد الشقق بتاع الناس اللي سافرت. مثلا لما يبقى في عروسه بقى لها سنتين سافرت وعفش بتاع 500 600000 يتدمر، يعني انت لما ساعتها تطلع فوق وتشوف العفش اللي متدمر هتشوفه هتستغرب، طب ليه دي مش ابويا؟ نمره 2 الامن غير متوفر لحمايه الوزير كويس، يعني مثلا الشارع المتقاطع شارع افريقيا ده مطفي، لو بالليل جاي الوزير واحد تحت شجره بمسدس هيضرب الوزير، فطبعا الوزير ده راجل كويس ومصدق لان في وزير داخليه كويس لازم نحافظ عليه. يعني ماذا عن المصابين في صفوف المدنيين وحسب ما رايك؟ المصابين انا بنتي اصيبت في نفس جامعه بتاع معرفش شاذيه بتاع في طهران اصيبت، البواب عندي اصيب وراح المستشفى، بعدين طفل صغير جاي يجيب حاجه من العماره اللي بعدينا جه مسكين اصيب وبطروا له جزء من رجله من ساقه، فطبعا خلاف الشرطه المساكين الشرطه وعسكري المرور اللي اصيب وفي واحد توفى. هل تحدث اليكم احد من الحكومه بخصوص تعويضات او ما شابه ذلك؟ والله انا يهمني ان ما حدش يتحدث طبعا ولا حد هيتحدث، انا زعلان من الحي والمعاصر، المعاصر ما عادش حد يشوف البيوت اللي وقعت دي، ولا احنا بنطلب من السيسي يعالج مشاكل الناس اللي عفشها باظ واللي عمارات باظت، في عمارات باظت وفي عمارات لسه مبنيه تصدعت. يعني احنا نرجو من الفريق السيسي ان الجيش يساعد، الشرطه الوحديه مش هتقدر تعوض الناس اللي حصل، هذه الفكره. يعني انا ارجو ان من التلفزيون يطلع يشوف الخساره اللي عند الشقق بتاعت الناس. اود ان اشير ايضا الى انني سعت الى هذين المبنيين العقاريين السكنيين الذي لاحق بهم تدمير هذان العقاران، سعدنا الى الطوابق العليا وهي طوابق سكنيه وبها شركات ومحال تجاريه، بالفعل لاحظنا ان هناك تدمير كثير لاحق هذه المباني. عندما تحدثنا ايضا الى الاهالي في المنطقه اعتقدوا ان قوات الشرطه و قوات المباحث قامت باجراء تحريات معهم وسماع الى شاهدين تيم لسرعه تحديد من قاموا على هذه العمليه، اما بالنسبه للحاله الان بالنسبه لحركه المرور فلا تواجد اطلاقا لايه اغلاق للشوارع، هو الشارع المؤدي الى منزل وزير الداخليه، بخلاف ذلك فكل الشوارع المؤديه الى المنطقه هنا تسير بانسيابيه تامه وحركه المرور بها انسيابيه تامه. اليك رشاد. شكرا محمد على كل هذا الشرح الوافي والمتابعه بكل تفاصيل للتطورات امام العقار اللي تم امامه استهداف منتج وزير الداخليه المصري. انت محمد زي ما عاملين على هذا العقار قبل هناك اصيب باحد الاشخاص وبالله هذا العقار بالاضافه الى تبنيه عدد من طوابق العقار اللي حضراتكم شايفينه على الاعلى، يمكن بنتكلم عن 5 طوابق رئيسيه في هذا العقار، تبرعات بشكل واضح من اثار الانفجار الضخم، لان الانفجار كان قوي للغايه، وده يمكن ربما تحقيقات النيابه ستكشف كيف تم هذا التفجير بهذه القوه. طبعا المتابع المنطقه بيشكو من عدم الاتصالات ما بين المحافظه والمحلات وما بينهم لتواجدهم على هذه الاضرار التي لحقت بالعقار وبالشركات والمحلات التي كانت موجوده بهذا العقار. محمد جمال مراسل جمال ايضا يتحدث عن تعزيزات امنيه في محيط مستشفى شارع مستشفى المحيط بمدينه مصر قبل هذا الحدث، لكن الامر ايضا تشير الى تمكن قوات الامن المصريه من ارتكاب عمل قائد اصطناعي او صاحب استراحه شنطه اكثر دقه التي نفذت هذا التفجير الذي استهدف وزير الداخليه وجهه قدره التحقيقات معه. يمكن حضرتك شايفين على مباشره الصوره الحصريه لدرون من العقار اللي تم استهداف ناتج وزير الداخليه المصري.
Thank you.
Thank you.
I'm
I'm going to go to the hospital.
I'm sure it's
الحكم الإفراطي بعد تم صدور أحكام ضدهم. حكام هناك تساؤلات أيضا تتعلق بقضية الشقة بين القضاء العربية والعناصر المسلحة في منطقة سيناء. Thank you.
الجيد وكان قائم في المستشفى على مبارك وقال ابن أبناء هذه القبحي وهذا الكلام كان يشمل لسهرات والعرف مع طلاقة في مشبارة من أجانة الدولة المصرية وهم بصريحة حتى في مسألة الانطلاق لأن سنها لم يشعر بأن هذا ولكن لا قدموا وبالتالي كانت المستشفى على مبارك كان وعزقت قصب من أبناء الكبار العربية لنستخدمهم في هذه الأعمال المسلحة بالتعامل مع تلك الجماعات التكفيرية أو المسلحة. في سيناء أن تنظر بها إلى أبناء الكبائر العربية
الشبكات التي تتمتع بها 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 ب